ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا من فرجينيا محمد العالم، الكاتب الصحفي والباحث السياسي المتخصص في الشؤون الأمريكية. أهلا ومرحبا بك سيد محمد. أتساءل معك حول هذه الصورة التي كانت موجودة على الشاشة منذ قليل، وهل بهذه الصورة التي وصل إليها نتنياهو بهذه المجزرة أطلق رصاصة الرحمة حول آخر الجهود الأمريكية التي تتحدث عن مفاوضات الفرصة الأخيرة للوصول لصفقة لتبادل المحتجزين والأسرى؟ نعم، أهلا بك وبالسادة المشاهدين. يعني أعتقد أن ما يفعله نتنياهو حاليا هو محاولة لضغط أكبر وإحراج المقاومة الفلسطينية أمام الأهالي في قطاع غزة بإيقاع مزيدا من الضحايا من المدنيين، حتى يجبر يعني المقاومة الفلسطينية على إعطائه ما يريد في بنود ما سيتم طرحه في القادم، وهي بنود يعني شبه مستحيلة حتى يختلف عليها جميع الأطراف بما فيها الطرف المصري والطرف القطري. وبالتالي هنا هذه العملية تعبر عن نتنياهو يريد يعني أن يمد أمد هذه الأزمة إلى الانتخابات القادمة، وهو يعني ما يعلمه الجميع وتعلمه الولايات المتحدة الأمريكية نفسها. وبالتالي ارتكاب مثل هذه المجازر، نعم سيقوم يعني على الأقل بتحييد أطراف معينة في الفترات القادمة، وبالتالي لن يكون هناك أمل كبير في الوصول إلى وقف نهائي لإطلاق النار. سيد محمد، بهذا التحديث المتعلق بأن يعني جيش الاحتلال استهدف في هذه الغارة الفلسطينيين بقنابل ارتجاجية يصل وزنها إلى الفيرات، لهذه القنابل التي كانت الولايات المتحدة من قبل قد رفضت إعطائها لإسرائيل ومن ثم أعطتها لها، إلى أي مدى يحاول نتنياهو أن يوصل صورة للعالم بأنه لا يأبه أبدا بأي ممنوعات أو خطوط حمراء أو حتى بالشجب والإدانة سواء من المؤسسات الدولية أو حتى من الدول؟ نعم، أنا أعتقد أنه لا يحاول، هو بالفعل يعني أوضح العالم أجمع بأنه لا يأبه بهذه الأمور أو بالآراء الخارجية، وأنه مستمر فيما يفعله، وأن يعني ما يحدث حاليا هو شبه مخطط له مسبقا، وفكرة إبادة أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين حتى يعني يكون هناك توازن نوعا ما بين يعني كثرة الأعداد الفلسطينية ومقارنة بالإسرائيلية. يعني ما يفعله نتنياهو حاليا هو يعني قتل أجيال كاملة أو إخفاء أجيال كاملة، وبالتالي تعطيل هذا المد والسلسل بين الأجيال، وبالتالي يؤثر على فكرة التكاثر الفلسطيني نفسه في قطاع غزة. كل أعتقد أن نتنياهو يعلم جيدا أن صورة إسرائيل بالفعل يعني قد فضحت أمام العالم، وبالتالي حاليا هو يعني يقوم بمخطط شيطاني هدف له اليمين المتشدد من قبل، وقامت عليه يعني الدولة اليهودية الإسرائيلية أو الكيان الإسرائيلي، وهو فكرة يعني أن يمحي الشعب الفلسطيني من المنطقة بأكملها، وأن ينفرد بالأرض جميعا لصالح ما أسموه دولة إسرائيل أو الحلم إسرائيل الكبرى. أستاذ محمد، إلى أي مدى يكشف هذا الاستهداف غير المبرر والمدعوم بأكاذيب إسرائيلية خرجت منذ قليل لتدعي بأنها استهدفت مركز قيادة لحماس، إلى أي مدى يكشف ذلك عن ضرورة وجود تحرك أممي ودولي في أسرع وقت لوقف هذه الانتهاكات، لوقف هذا العدوان ووضع حد له على الأقل؟ نعم، للأسف كان على العالم أجمع وعلى دول معينة مؤثرة أن يكون لها يعني تأثير أكبر مما هو عليه الآن، لأن الحاجة الإسرائيلية لا تنتهي، وهذا يعبر عن فشلهم من قبل. يعني تحججوا بأن المستشفيات كانت تضم مراكز عمليات للمقاومة الفلسطينية، ثم حاليا يتحججوا بالخيام. كيف يكون للمقاومة مقرات بين خيام
نازحين تم بناءها من مؤسسات دولة يعني الأمم المتحدة أو الأونور وما إلى ذلك. كل هذه أكاذيب يعلمها العالم أجمع. وكما قلت أنا الهدف الرئيسي لإسرائيل حاليا هو قتل أو إبادة أكبر عدد من الفلسطينيين خصوصا من النساء والأطفال لأغراض معينة تخدم مصالحهم المستقبلية، لأنهم لم يستطيعوا أن يفعلوا ما فعلته الولايات المتحدة الأمريكية في الأراضي الأمريكية نفسها عندما أبادوا حوالي 100 مليون من الهنود الحمر. هذه المخططات لم تنجح ضد الشعب الفلسطيني، وبالتالي حاليا هو يسعى إلى إبادة أكبر قدر ممكن قبل التوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار. أما المجتمع الدولي فأعتقد أن دورهم مخزي، لأن هذه الحرب هي حرب يعني تعتبر الأولى المرئية يعني أمام العالم أجمع، وبالتالي ليس هناك أي حجة على فكرة عدم التدخل بالقوة وإيقاف إسرائيل عما تفعله حاليا من مجازر بحق المدنيين وفقط. سيد محمد، كما تعلم أقل من شهرين هي المدة المتبقية أمام الإجراء الاستحقاق الانتخابي الخاص بالرئاسة الأمريكية، وأتحدث أن اليوم سيكون هناك مناظرة لكاميلا هاريس ودونالد ترامب، وفي ظل هذا الزخم الانتخابي في الولايات المتحدة، إلى أي مدى يحاول نتنياهو استخدام هذا الانهماك الأمريكي على نفسه المتعلق بالانتخابات لينفذ مخططاته في قتل والتنكيل بالشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفي الضفة الغربية أيضا؟ نعم، نتنياهو أعتقد أن ما نجح فيه منذ أحداث 7 أكتوبر هو إطالة أمد هذه الحرب وعدم التوصل لوقف كامل لإطلاق النار، وهذا يعني ما أراده. هو فشل في كل شيء، فشل في الأمور العسكرية ولم يحقق أي هدف مما وعد به الشعب الإسرائيلي عندما قال أنه سيغزو غزة بريا. لهذا هو يريد أن يمد أمد يعني هذه الحرب حتى الانتخابات القادمة على أمل أن يأتي دونالد ترامب، لأنه من المعروف عنه أنه يعطي بعض القرارات الصادمة التي لا يستطيع أي رئيس آخر أن يتخذها، كفكرة نقل السفارة الأمريكية إلى القدس والاعتراف بها عاصمة رسمية لإسرائيل. وبالتالي ليس هناك أي حجة لدى الولايات المتحدة. لماذا لم تنشغل الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال بالانتخابات الداخلية عن فكرة مد إسرائيل بكل هذه الأسلحة؟ لماذا فقط ينشغلوا عندما يتعلق الأمر بحقوق الشعب الفلسطيني أو على الأقل منع المجازر؟ لهذا لا يمكن أن يكون هناك أي مبرر لدى الولايات المتحدة الأمريكية بانتخابات أو بغيرها في فكرة الانشغال على الأحداث في قطاع غزة، لأنهم هم الممول والمساند الأكبر للكيان الإسرائيلي، وهم من أنشأوها يعني فكرة هذه الدولة. وبالتالي لا يوجد أي مبرر إلا أنه تواطؤ مع نتنياهو مع إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني لقتل أكبر عدد منه قبل يعني الوصول إلى وقف كامل لإطلاق النار. سيد محمد، هل حسم نتنياهو أمره من الانتخابات الأمريكية بعد زيارته إلى الكونغرس الماضية من خلال تكراره للمجازر بحق الشعب الفلسطيني في محاولة لإحراج الإدارة الأمريكية التي كانت تبحث عن نصر فيما يتعلق بوقف هذه الحرب قبل الانتخابات، وبالتالي يكون نصرا انتخابيا يساعد في حشد الأصوات لها، الأصوات المتعلقة بالعرب والمسلمين؟ هو نتنياهو نجح هنا في عدم تمكين جو بايدن من الوصول إلى حل لهذه الأزمة قبل الانتخابات القادمة. هذا الأمر أثر على فكرة ترشح جو بايدن في حد ذاتها، ويؤثر حاليا على كامالا هاريس ومساعيها لاستقطاب الأصوات المسلمة وأصوات العرب والمهاجرين في الداخل الأمريكي. حاليا نتنياهو هو مؤثر في الانتخابات الأمريكية يمكن أكثر من الشعب الأمريكي نفسه، لأن يعني خيوط اللعب السياسية والخيوط الإعلامية التي توجه هذا الرأي العام في يد اللوبي اليهودي الموالي لنتنياهو أو الموالي لدولة إسرائيل بطبيعة الحال. وبالتالي حاليا أعتقد أن كمال هاريس وترامب يسعون إلى يعني استمالة رضا نتنياهو، وبالتالي استمالة اللوبي اليهودي وتأييده في الانتخابات القادمة. لهذا بكل أسف
ونجح في هذا المخطط السياسي وحافظ مكانته في السياسة الإسرائيلية حتى الآن وربما حتى الانتخابات القادمة، على أمل أن يأتي نعم ترامب ويعني ويكون في صالحه في فكرة مد أمد وجوده في السياسة نعم الإسرائيلية مرة أخرى. على كل الأحوال أشكرك جزيل الشكر على ما أفدتنا به من تحليل. كنت معي من فرجينيا محمد العالم، الكاتب الصحفي والباحث السياسي.